صفوف الملعب حيين والحين ابتدى المشوار، وكل عارف في الملعب شفه ومطلوب. طريق الجنة أقرب للعياض من طريق النار، متى يستغفر الله عن خطاه ويعلن التوبة؟ هلا يا ضيفنا قدامك النيران مشبوبة، هلا يا ابن مطر زعل لكن لا يزعل من اللي صارم، ترى سيف يسل الثلم واقف ياكل جنوبه، ترى سيف يسل الثلم واقف ياكل جنوبه، ابن باطل زعل لكن لا يزعل من الاصابه. عالمك يا العياض يوم من ثوبك قطعت زراره، ترى المجنون يمكن ما يكب زرار في ثوبه، خلق الله وراسك حر وعيال الحر وبحر، ليا سلم تراسك للعرب حطوه العبوبة، ليا سلم تراسك للعرب حطوه. ألا يا ويلكم ويلها لا صار الجمل هدار، شجاعة حك عرقوبك بعرقوبة، ليا منك ملك تراي قلنا لك خذ المعذار، وراسك لا تعده دامك لن يطحن حبوبها، وراسك لا تعده دامك لن يطحن حبوبها. على يلي تقولون الجمل ما فيه غير حوار، تبا ترضعه لكنها من عصر محلوبة، تكلم بالحقيقة يا مقدم نشرة الأخبار، ما دام اللي تقوله كذب كل الناس دريوا به، الكلمة وذا التأثير والأفكار، صلاحية
حياتك يا فواز عند مطير مسحوبة. يا ما شاء الله على فواز ركب الكرسي الدوار بعد ما كان في راس القرى يجلس على طوبه. كون بين نار وغار وقسمي مع مطير خير من معتق مع حروبه. شبيها ثعلب المكار لا حيث اني لقيت اسلوبك اقرب شيء لاسلوبه. فزعت الأنصار صار